يقول السائل: رأيت مقطع فيديو يتحدث من خلاله رجل يقول بأن عبد الله ابن أبي سلول ليس بمنافق، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه لما مات، فهل ما قاله صحيح؟ إلا هذا باطل، هذا كلام من باطل. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هذا بإجماع أهل العلم يجمع. لكن الرسول يتألف أصحابه، صلى عليه تألفا لولده لأن له ولد صالح، صلى عليه تألفا لولده. والرسول لما قال الله له استغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة، قال: لو أني أعلم أني زدت على 70 يستجاب لزدت على 70، من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم.